المراية اللي قدامك دي مسكونة بالأرواح وبتظهر عليها آثار بصمات كأن حد بيحاول يكسرها ويخرج منها. واحد من الأشخاص اللي اشتروا البيت اللي فيه المراية سمع بالخرافات دي وقرر يغير إزاز المراية عشان يثبت إنها مش مسكونة، لكنه اتصدم باللي حصل. هقولك على اللي حصل، بس لازم الأول تعرف تاريخ البيت اللي فيه المراية. البيت ده في مزرعة اسمها الأس، واتبنى من أكتر من قرنين فوق مقابر هندية عشان يستحق لقب أكتر مكان مسكون في العالم. قصة البيت بتبدأ في القرن التاسع. في الفترة دي كان بيشتغل في المزرعة عدد كبير من العبيد. العبيد كانوا بيشتغلوا طول النهار في الحقول وبيباتوا بالليل في أكواخ ما تصلحش حتى تكون زريبة. ما كانش فيه أي حاجة بتخفف عنهم غير صاحبة المزرعة، واللي كانت بتعاملهم بشكل آدمي إلى حد ما. صاحبة المزرعة كبرت في السن وبقتش قادرة تراقب العبيد ولا تتابع شغلهم في الحقول، وما لقتش قدامها غير جوز بنتها سارة عشان تسلمه الإدارة، واللي كان عايش معاها في البيت هو وبنتها وأحفادها الاتنين. كلارك جوز بنتها كان راجل ما تقلعوش من رجلك، انتهازي وبيعامل العبيد بقسوة، ده غير انه بيستغل الستات العبيد وبيجبرهم يستجيبوا لرغباته الحيوانية. مش بقولك ما تقلعوش من رجلك. واحدة من الستات العبيد كان اسمها كلوي، عجبت الراجل الواطي فنقلها من الشغل في الحقول للخدمة في البيت، وده كان بالنسبة لكلوي كأنه نقلها من النار للجنة، لأن الشغل في الحقول كان استعباد فعلا. أما الراجل الواطي فكان عارف كده، عشان كده كان بيهددها لو ما نفذتش رغباته الخبيثة هيرجعها تشتغل في الحقول تاني. عشان كده الست كلوي كانت بتنفذ أي حاجة يطلبها منها الراجل الواطي، المهم ما ترجعش تاني للبهدلة. مع الوقت الراجل الواطي كلارك زهق منها وسابها وجاب خدامة تانية. كلوي اترعبت فكانت ماشية تتنصت عليه عشان تعرف هيرجعها الحقول ولا لا. وفي مرة كانت بتتنصت عليه وهو بيتكلم مع حماته، فجأة الراجل الواطي قفش متلبسه فقرر يعاقبها ويخليها عبرة لكل عبيد المزرعة. جرجرها من شعرها قدام الخدمات وطلع سكينة وقطع ودنها. كلوي بقت تلبس طول الوقت طاقية خضراء عشان تداري بيها شكل ودانها المشوهة. كلوي قررت تنتقم من الراجل الواطي فحطت سم في كيك وقدمتها له، لكنه للأسف ما اكلش منها، واللي اكل منها بناته الاتنين ومراته الحامل، وللأسف ماتوا كلهم في نفس اليوم. غضب وحزن كلارك كان ما يتوصفش، لدرجة ان العبيد خافوا يعاقبهم كلهم، فراحوا على الكوخ اللي كانت مستخبية فيه كلوي وجروها لبيت الأس. علقوها بحبل من رقبتها في شجرة قدام البيت ومثلوا بجثتها ورموها في النهر، كل ده عشان يفشوا غضب وغل كلارك ويسلموا من أذاه. ريحة الدم والموت امتزجت مع صراخ كلارك الغاضب. أول ما طلع الفجر كلارك بصة أخيرة على أوضة السفرة اللي ماتت فيها مراته وبناته، بعدها قفل بابها ومنع أي حد يدخلها طول حياته. تاني أشهر جريمة حصلت في بيت مزرعة الأس كانت لويليام، واللي اشترى المزرعة في فترة من الفترات. ويليام في يوم سمع حد بينادى عليه فطلع بره البيت وبص على اللي بينادى عليه ما لقوهوش، لكنه اتفاجئ برصاصة بتخترق جسمه. ويليام وقع على الأرض وفضل يزحف لحد ما دخل البيت تاني، وحاول يزحف على السلم عشان يطلع للدور التاني عند مراته وولاده النايمين، لكنه على السلمة رقم 17. شبح ويليام لسه لحد النهاردة بيحاول يوصل للدور التاني وبيسمعه خطواته بالليل، لكنها بتقف عند السلمة رقم 17. زوار المزرعة من السياح الفضوليين بيحكوا عن تجاربهم المرعبة في بيت مزرعة الأس. بعضهم بيقولوا انهم سمعوا صوت اطفال بتلعب وبتضحك جاية من اوضة السفر، ولما فتحوا الاوضة ما لقوش حاجة، ومنهم اللي شاف شبح بيتجول في البيت بالليل. الشبح ده لواحدة ست لابسة طاقية خضراء وفي ايديها وبيتزامن مع ظهورها صوت نحيب وبكاء اطفال. اكتر من برنامج تلفزيوني كان بيصور في البيت وواجه احداث غريبة ومرعبة زي اللي حصل سنة 1985 للفريق اللي كان بيحاول يصور مشاهد في البيت لمسلسل تلفزيوني، ولموا اثاث اوضة السفرة عشان يصوروا فيها. اتنقلوا لدقايق لاوضة تانية عشان يصوروا مشهد، ولما رجعوا اوضة السفرة اتفاجئوا ان كل العفش اللي لموه رجع مكانه تاني. الفريق اترعب وخرج بره البيت من غير ما يكمل تصوير. من اشهر الحاجات المسكونة في البيت البيانو، واللي اكد عدد كبير من الاشخاص اللي كان عندهم الجرأة انهم يباتوا في البيت انهم سمعوا صوت البيانو اللي موجود في اوضه من الاوض بيعزف طول الليل من نفسه مقطوعه واحده، وما بيقفش غير لما حد يدخل الاوضه، واول ما حد يدخل الاوضه بيلاقيها فاضيه والبيانو مقفول. اما المرايه اللي كلمتك عنها في الاول يقال انها مسكونه بروح ساره وبناتها الاثنين، وده لان اصحاب البيت ما غطوش المرايه وقت موته، ووقتها كان في اعتقاد ان مرايات البيت لازم تتغطى لما حد يموت عشان روحه ما تسكنش المرايات دي. نرجع تاني لصاحب البيت اللي غير ازاز المرايه وركب ازاز جديد. صاحب البيت اتفاجئ ان بصمات الايد رجعت تاني على الازاز الجديد. اكتر من شخص من الزوار اكد انه شاف شبح بنت بينزل على السلم وبيقف قدام المراية دي وبيبص فيها بغضب. فيا ترى عندك الجرأة تبات ليلة واحدة في بيت الأس؟